الإخوان أنصحكم نفسي تقوى الله فوق كل شيء، وأوصيكم بخدمة العقيدة، وأوصيكم لا يأخذكم الحق لائمة لوم، لائم الحق فوق كل شيء. أرجوكم ابذلوا قصارى ما في طاقتكم، وأوصيكم هين النفس شوي، هين النفس والشيطان، لأن هذه أمارة بالسوء، ولا عندي أكثر مما يعني أقولكم. تقوى الله وإصلاح البين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدر المستطاع، وأن تعملوا شيء من ربكم، رضا ربكم فوق كل شيء، وخدمة دينكم ووطنكم، والله يوفقكم لما يحب ويرضاه، والسلام عليكم. شكر الله عليك. الله يبارك فيك. أعظم وصية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فنحمد الله ونثني عليه الخير كله أن جعل هذا البلد المبارك قائما على العقيدة السليمة، على تحكيم كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن العلماء والقادة بينهم من الارتباط الوثيق والصلة القوية بعضهم بعض، فالعلماء يتأثرون بالولاة ويحبونهم ويدعو الناس إلى محبتهم وموالاتهم والتعامل كل خير، والقادة وفقهم الله عون العلماء في تسهيل مهمتهم وقبول وما يشير به من الخير. وهذه الوصايا منكم بارك الله فيكم وصايا عظيمة، أولى تقوى الله، وهي وصية الله للأول والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فأعظم وصية وصى الله بخلق كلهم تقواه جل وعلا في السر والعلانية بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. ثم وصيتكم الثانية بخدمة هذه العقيدة والدفاع عنها، ولا شك أن من أعظم المهمات، فإن العقيدة إذا خدمت ودوفع عنها وحميت من كل من يكدر صفوها فالأمة بخير وعافية. ثم وصيتكم الثابت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من خلق الأمة المحمدية، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ثم وصيتكم بأن لا تأكل الناس العلماء لومة لائم، هذا كله من توفيق الله لكم، وحرصكم على الخير وشد أذى العلماء وقوته في دين الله، وهم يشكرون لكم هذه النصيحة الطيبة وهذا التوجيه الكريم، ويسر لكم التوفيق والسداد والبركة في العمر والعمل، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الدين والأمن والاستقرار، وأن يعيذنا من شر أنفسنا والشيطان وما دون متمسك بهذا الدين، وما دام العلماء ملتفين حول القيادة، وما دام القيادة مع العلماء والتشاور بينهم والتلتقاء بينهم دائما، فهذه علامة خير وتوفيق إن شاء الله. أسأل الله أن يبارك في عمرك وعملك، وأن يوفقك لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد.